4000 جنيه بس حولت 4 شباب لأصحاب واحد من أهم المصانع في مصر، وكمان أغربها تخيل تكسب ملايين عشان تطبخ للكلاب. اللي حصل معاهم ما حدش يتخيله. قصة نجاح هتبهرك وهتدي لك أمل جديد. خليك معانا وإحنا نقول لك إيه حكايتهم. 4 أصحاب من أيام المدرسة قرروا إنهم يفتحوا مصنع برأس مال 4000 جنيه، حققوا دلوقتي ملايين. شوف يا سيدي، الحكاية بدأت لما 4 صحاب جات لهم فكرة مشروع، وهو إنهم يجهزوا أكل للكلاب بس يكون طازة ومطبوخ يوم بيوم كبديل عن الدراي فود أو الأعلاف الجافة المستوردة. وفعلا بدأوا يصنعوا وجبات للكلاب ويوسعوا نشاطهم ويوصلوا طلبيات لأصدقائهم اللي بيربوا الكلاب، وكل الناس عجبها المنتج اللي بيقدموه، وده لأنهم بيصنعوا وجبات عالية الجودة وكانت بتعجب كل أنواع الكلاب وبيحبوها. وده اللي خلى أصحاب الكلاب دول يكرروا طلبهم تاني، خصوصا إنهم بيخافوا على صحة الكلاب اللي بيربوها وحابين يأكلوهم أكل صحي عشان ما يضرهمش. عملوا مصنع لتصنيع أكل الكلاب والحيوانات الأليفة وسموه باسم الكلبة بتاعتهم ريتا فريش فود. ومرة على مرة المشروع بدأ يتوسع وأصحابه عجبهم الفكرة، والناس بدأت تطلب منهم طلبات أكتر وتعرفوا في السوق. بدأوا يركزوا أكتر ويستخدموا أفضل أنواع اللحوم والخضار في الوجبات اللي بيطبخوها للكلاب، وكانوا بيقدموا منتجاتهم بأشكال كتيرة، وبتبدأ العبوات من 500 جرام للعبوة الواحدة. كمان بدأوا يوزعوا إنتاجهم في كبرى السلاسل التجارية ومحلات بيع أكل الكلاب والقطط. ورغم إنهم ما كانش معهم رأس مال كبير، لكن دماغهم كانت شغالة كويس قوي. وده زي ما قلنا لكم إنها في بداية مشروعهم ما كانش معهم غير 4000 جنيه بس، واللي كان السبب في إن هم يجيلهم الفكرة دي هي ريتا واللي بيربيها عمرو مجدي صاحب فكرة المشروع، وكان طول الوقت بيطبخ لها الأكل بنفسه وكان بيجهزه في التلاجة وكل يوم يطلع منه، وهي كانت بتحبه جدا. فاتكلم بقى مع صحابه في الموضوع وقال لهم ليه ما نعملش المشروع ده، وبدل ما نأكل ريتا بس نأكل كلاب مصر كلها بأسعار كويسة. الموضوع عجبهم جدا، خصوصا ان محدش هينافسهم في المجال، وكانوا اول مصنع بيقدم اكل صحي وطبيعي للحيوانات في مصر بإنتاج محلي بالكامل. وكان في البداية المشروع في البيت، وكانوا كل اللي فارق معهم انهم يتواصلوا مع العملاء ويفهموا منهم ايه مشاكلهم مع الطلبيات ويحاولوا يرضوهم ويقدموا لهم افضل المنتجات. بعدها جهزوا اوراقهم وعملوا المصنع ونجح فعلا، وبداوا يحققوا مبيعات كويسه جدا. كمان دلوقتي بداوا يفكروا في التصدير للخارج واهتموا بالتسويق على السوشيال ميديا، ودلوقتي موجودين في 45 منفذ داخل محافظه القاهره، وبيبيعوا دلوقتي 50 طن شهري من منتجات الطعام اللي بتتقدم للكلاب، وارباحهم بتعدي ال 2 مليون جنيه شهريا. ومن كتر ما هم كانوا مهتمين بجودة المنتج بتاعهم، فانت لو قررت تزور المصنع ده هتتفاجئ بالاهتمام في كل حاجة بيعملوها واستخدامهم لأفضل المنتجات، لدرجة انك لو شفت الأكل وهو بيطبخ مستحيل تتخيل ان ده رايح الحيوانات، لأنه فعلا حلو جدا ومعمول بأفضل جودة في السوق. دول كمان عملوا أبحاث عشان يعرفوا ايه اللي محتاجاه الكلاب من بروتينات كربوهيدرات وكمان كميات اللي هم محتاجينها حسب النوع والعمر، وده بقى سر نجاح وجباتهم. قولوا لنا رأيكم ايه في فكرة المصنع وايه سر نجاحه من وجهات نظركم.